السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في القناة. كنتمنى تكونوا كاملين بألف خير والصحة والسلامة. وصفة اليوم إن شاء الله نحضر معكم السمبوسة بحشوة اللحم بطريقة جدا سهلة وبسيطة، وكذلك مع طريقة التخزين ديال السمبوسة أو الاحتفاظ بها في المجمد. خليكم معايا باش تعرفوا على مكونات الوصفة وطريقة التحضير، ونبداو بسم الله على بركة الله. بسم الله على بركة الله. بالنسبة للمكونات كنحتاج إلى حبة بصل كبيرة مقطعة على شكل مكعبات، وإلى الكفتة. بالنسبة للكفتة أنا استخدمت عندي هنا تقريبا كيلو، لأنني غنحضر كمية كثيرة وغنحتفظ بها في المجمد، وغتشوفوا معايا الطريقة في الأخير كيفاش غنحتفظوا بها في الفريزر. وكذلك إلى عجينة السمبوسة جاهزة، أو ممكن تستخدموا ورقة البريوات. بالنسبة للبهارات أو التوابل، أحتاج إلى ملعقة صغيرة من الكزبرة أو القزبر ناشف، إلى ربع ملعقة من الفلفل أحمر حار أي سودانية، إلى نصف ملعقة من الفلفل الأسود، وإلى ملعقة صغيرة من بهارات اللحم، وإلى ملعقة صغيرة من البابريكا أي التحميرة، وإلى ملعقة صغيرة من بهارات الجرم مسالة. بالنسبة لهذه البهارات هي إضافة اختيارية، وإذا ما كتوفرش عندكم ممكن تستغنوا عليها ما تضيفوهاش. ونمروا إلى طريقة التحضير. الزيت في مقلاة وكنزيدوا عليه البصلة أي البصل. شكل كنزيدو البهارات، بالك نسيت ما ذكرتش مع البهارات ملعقة صغيرة من الثوم باودر او بودرة الثوم، كذلك الملح حسب الذوق. نغلق عليها لمدة 10 دقائق. مرور 10 دقائق كتكون جاهزة. ملاحظة، إذا شفتوها خلال هاد 10 دقائق أنها محتاجة الماء، كتزيدوا القليل من الماء أو الماء الكافي اللي غادي تنضجنا فيه الكفتة. دابا نمروا لطريقة الحشوة وطريقة اللف، كيفاش غنلفوا السمبوسة. كتبقى الطريقة كتختلف من سيدة إلى أخرى، كل وحدة كتلفها بالطريقة الأنسب والأسهل لها. تجي هنا الأطراف، وكنوضعو طحين مع المخلوط مع الماء، وكندخلوها لداخل بهذا الشكل. من بعد ما كنخلصوا ولا كنساليو السمبوسه بالحشي، اذا بغيتوا تقليوها كتقليوها، واذا بغيتوا تدخلوها للفران كتدخلوها للفران. وقبل ما تدخلوها للفران كدهنوها قليل من الزيت بهذا الشكل، وكتدخلوها للفران كتحمر في الفران، ومن بعد كتخرجوها من الفرن. اما بالنسبه للطريقه كيفاش نحتفظوا بها في المجمد، كناخذوا البلاستيك، هذا البلاستيك الغذائي، وهذا هو شكل السمبوسه. من بعد ما كنلفوها في الورق
كلفوها في البلاستيك النايلون او البلاستيك الغذائي، كتوضعوها في علبه وكتغلقوا عليها وكتحتفظوا بها في المجمد. بهذه الطريقه كيكون كتجيكم سهله فاش كتبغيو تجبدوها، يعني ما كتلصقش بعضياتها وكتخرج لكم بكل سهوله. وهذه كانت هي وصفه اليوم، كنتمنى تكون نالت اعجابكم. شكرا على المشاهده، وما تنساوش اللايك للفيديو، الاشتراك في القناة، وتفعيل الجرس باش توصلوا بكل ما هو جديد. وعلى اللقاء مع وصفة أخرى إن شاء الله. مع السلامة، في أمان الله.